بالنسبه لبن شرقي ان شاء الله غادي يعطي شي حاجه. بالنسبه لي انا كاين هذاك الدري كاين، وكنشكروا هذا المدرب اللي استدعاه باش يكون مع المنتخب، وكنتمنوا للمنتخب ان شاء الله المنتخب المغربي يحقق واحد النتيجه اللي كاع المغاربه كيتمنوها. بالنسبه لهذا الماتش الاول هما كاينين، ولكن بان لي هذيك الخطه عندهم شويه ضعيفه، كما اعتقم بوفال كان غيكون عندنا مشكل ديال التعادل. المهم الحمد لله فزنا بهذيك ثلاثه النقاط، وكنتمناو ان شاء الله هذا الماتش الثاني ان شاء الله نفوزوا ان شاء الله بثلاثه النقاط، واللي عندنا في سته نقاط ونزيدوا قدام. اشرف بن شرقي ما غيعطي حتى شي اضافه في هذه الجوله، حقاش المغاربه اشرف بن شرقي اصلا ما نعاونوش عليه حنا في المنتخب، ما كيعرف يدير والو، باغي يطلع غير تشاوك حقا هذه طروبيل. حنا لا بغينا شي منتخب، اشرف بن شرقي بغينا يموت على المنتخب ديالو، وبغيناه يهز الدرابو المغربي. واش غادي نقول لك، اشرف بن شرقي انا ما خدامش، لي بالنسبه لي انا ما نعترفش به، وسمحوا لي بزاف والله، جزاكم الله. اشرف بن شرقي ما خدامش لينا. اشرف بن شرقي من اللاعب المفضل ديالي في كره القدم، وهو لاعب محترف، وان شاء الله غنجيبوها، فرحات علي غيتنقب الكوب دافريك، وتحياتي ليه. بن شرقي، ان بن شرقي ما كانش في المقابله الاولى، ودابا تم استدعاء ديالو في المقابله الثانيه، وكنتمنى ان بن شرقي يكون اضافه جيده على المنتخب المغربي بحكم انه من البطوله المغربيه، ولمسه يعني كما تنقولوا لاعب مغربي قح، وحتى النشيد الوطني الا سمعوا ولا فهموا راه يقدر يدخل تيران يعطي اكثر من جهده، بحكم لاعبين اجانب المغاربه اللي احترفوا في الدول الاوروبيه كيكون الاداء ديالهم باهت، ما كنعرفوش شنو السبب، واش كاين ما كاينش تفاهم في الاداء، ما كاينش انسجام في العلاقات، ولكن بحكم اللاعب المغربي انا نظن بن شرقي الى لعب في المقابله الثانيه، وخا يكون غير في الشوط الثاني ربما يعطي اضافه زائد رحيمي، وهاد اللاعبين انا كنتنبأ لهم مستقبل كبير ان شاء الله. يقدر يعطي اضافه، وبصراحه انا حسب المباراه اللي كنت تفرجت فيها ديال المنتخب الوطني، بصراحه الحظ يعني المنتخب الوطني كان عنده واحد الحظ ديال 80%، يعني الحظ هو اللي لعب معاه، وكنتمنى من الله هذا الفريق ديالنا، لان هذا النيفو باش لعبوا دابا حاليا، يعني معظم المغاربه كيقول لك بان مباراه داز شيقه، مباراه داز زوينه. بالنسبه لي انا مباراه داز عندي انا الحظ وصافي، يعني هذا الريتم باش غادي الدراري مازال خص ان شاء الله بحول الله يزيدوا شويه، لان احنا بصراحه هذه العقده ديال كره القدم ما بغاش تحيد من المغاربه، والمنتخب الوطني ديالنا احنا بالعكس يعني كيشرفنا كمنتخب، دراري زوينين، دراري كيف محلهم يعني كيلعبوا، وكنتمنى من الله ان شاء الله يعني كيف كنقولوا يا الزهر وشويه ديال النفس، الروح الوطنيه، يعني الا كانت الروح الوطنيه انسان كيلعب على القميص وكيلعب على الوطن، وهذا الشيء ما فيهش ماده، ماشي انا مثلا لاعب كنلعب مع واحد الفريق اوروبا الى اخره، يعني كنشد مثلا واحد المبلغ في الشهر، نقدر انا نجي للمغرب بلادي اللي هو الوطن ديالي مثلا، نقدر بغي نلعب واحد نخاف على رجلي، لا، الناس اللي لعبات في الاول على المنتخب على القميص المنتخب الوطني ناضلات ولعبات، وكان اجتهاد وكانت القوه وكان الحمد لله، ولا بغيت اي دوله عربيه ترجع للتاريخ ديال المغرب وتشوف كره القدم كي كانت عند المغرب الحمد لله. وشكرا لكم بزاف بزاف، وكنشكر المنتخب بزاف بزاف.